السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ منورين، يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلكم أميرة أشرف، فرقة رابعة. ان شاء الله النهاردة هنراجع سوا مراجعة، ها، التوتوريال بتاعنا اللي هو الانتجريشن ما بين السمباثيك والباراسمباثيك. قبل ما نبدأ خلينا ماشي، احنا بدأناها بداية لطيفة جدا. خلينا نفتكر زمايلنا اللي توفوا بالرحمة، يا رب ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويرزقهم في الفردوس الأعلى من الجنة ويلحقنا بيهم على خير ان شاء الله. المفروض دي الانتجريشن، دي سوري الاوبجكت اللي كنا بنتكلم عليها في التوتوريال، لان المفروض اعرف الفانكشنز بقى. السمباثيك سيستم ده بيعمل ايه، الباراسمباثيك سيستم بيعمل ايه، التون ما بين الاثنين اللي هو مين اللي بياخد الدوميننت ديورنج الريست على اورجن او على سيستم معين، والكنترول بتاع الاثنين، سواء كان الكنترول عن طريق الريفلكسات او الكنترول عن طريق الهاير سنتر. اتمنى تكون المعلومات واضحه، ما كنتش بقول طلاسم المفروض بتاع ده مشروح قبل كده، مش وقت تقطيم. خلينا نبدا في الايه، في المراجعه. احنا خدنا السمباثيك والباراسمباثيك، قلت لك السمباثيك ده انا داخله خناقه فايت اند فلايت او متعرضه بقى للستريس، وخدنا كمان السمباثيك الاكسبوجر تو كولد، انا بعتبره من الحالات اللي الجسم بيعتبره من حالات الاستريس. انا داخله خناقه، انا لوجيكالي كده انا عايزه اشوف كويس، عايزه القلب بتاعي شغال كويس، بيدق دم، موصل الدم ده للاماكن اللي انا محتاجاها دلوقتي، ماشي، للعضلات والايه والعضلات اللي انا محتاجاها دلوقتي، مريح حاجات معينه. يعني مش وقت ان انا اخش الحمام، مش وقت ان انا اهضم في الاكل، يعني مش وقت الحاجات دي، مش وقتها، انا في خناقه دلوقتي. كمان بيخلي الحرق الزياده عشان يديني الطاقه، ده الحرق ده بينتج عنه حراره، فانا لازم اعرق علشان اهدي الحراره اللي هو بيعملها، فهو ده اللي بيعمله السمباثيك. الحاجات الملائمه ان انت داخل ستريس او فايت اند فلايت، حلو قوي. يبقى انا محتاجه اشوف كويس، فبيروح يعمل ايه، بيروح يدايليت البيوبل بتاعه، بيدايليت البيوبل بتاعه الاي، ويرفع لي يعمل لي ريتراكشن ليت، فبيحصل لي كان بالظبط اكزوف سلمس، وده ابارنتلي اكزوف سلمس. يروح على القلب، يعلي كل حاجه في القلب، الهارت ريت والكونتراكشن فورس بتاع الكونتراكشن، ليه؟ لانه عايز يزود البلاد اللي هيمشي هيوصل للايه، للتشوز بتاعتي. يروح على الرئه بتاعتي، يوسع البرونكايز بتاعتها عشان عايزه تنفس كويس، فيعمل بيتر فنتليشن عن طريق ان هو بيعمل دايليتشن للريسبيراتوري اللي هي البرونكيال تيوبيولز. يروح على السويت جلاندز يقول لها اشتغل عرقي، لان انا عماله، انا عمال انت بتطلع حراره، فلازم تعمل ايه، حرارتك بتعلى، لازم تطلع عرق عشان تلطف من درجه الحراره بتاعت الجسم بتاعتك. يروح على الليفر يجيب الجلايكوجين اللي هو فيه، اللي احنا كنا مخزنين فيه الطاقه ده، ويدغدغه دلوقتي عشان عايزين جلوكوز، عشان عايزين الجلوكوز ده عشان نحرقه ونطلع بيه طاقه. انا محتاجه طاقه، فانا اجيب الطاقه دي من مكانين، اروح على الكبد اكسر الجلايكوجين اللي فيه واخد جلوكوز واعمل بيه احرقه واطلع طاقه. اروح على النسيج الدهني الاديبوز تيشو اكثر فيه، اطلع فيه فاتي اسيد احرقها هي كمان واطلع طاقه. الدايجستيف سيستم ده مش وقته، ده ماينور، ده ماينور امبورتنت دلوقتي، ده مش وقت خالص هضم الاكل، ريح بقى انت شويه، ويعملوا تمبرري انهبيشن، يعني بيوقفوا ايقافا مؤقتا. يروح على الادرينال كده، لا تطلع الكاتيكولاميد، الادرينالين برضو من ضمن الحاجات اللي هي ايه، فايت اند فلايت كده. اليوترس يعني ده والله مش يعني بيعمل ايه كونتراكشن، انا ده قلنا مش وقته، ماشي. اليورينال بلادر قلنا بيريلاكس اليورينال بلادر عشان برضه انا مش عايز ان انا اخش الحمام دلوقتي. الباراسمباثيك بقى بيعمل عكس السمباثيك، يعني ده ريست اند دايجست، انا شخص مريح خلاص هريح بقى واهدى، كل حاجه عندي تهدى. يروح على القلب يقول له اهدى انت، يعني يعني بالراحه بقى، دق براحتك وعلى براحتك. ده بيخلي القلب ان هو يريح، وفي نفس الوقت يخزن الطاقه اللي عنده لحين احتياجها، يعني انا مش محتاجه ان انا ادق بسرعه قوي كده في الوقت اللي انا قاعده عادي فريست. يعني يروح بقى على الجي اي تي شغله، ويقول له اشتغل بقى، اهضم الاكل وامتص الاكل، ويوزع الاكل ده على الغذاء على التشو الانسجه بتاعتي، والانسجه دي تاخد الغذاء ده وتاخد اللي هي عايزاه دلوقتي، وخلاص يعني الزياده تخزنه، تخزن الطاقه معاها برضه لوقت الاحتياج. طيب بالنسبه للاي اللي كانت مفنجله قد كده، خلاص لا ارجعي تاني، يعني اعملي كونستراكشن، مش يعني ليه، ليه انت مفنجله لنا قوي كده، شكلك مرعب مش حلو. طيب كم يبقى هو كانه بالظبط بيشتغل عكس البرس، يعني هو مثلا السمباثيك كان راح اليوناني براذر وكان قال لها ايه، اهدي اهدي، يعني مش يعني ايه، مش هنروح الحمام دلوقتي، ده بقى لا براحتك بقى، مش عايز تخش الحمام اللي انت عايزه. فهذه الفكره ما بين السمباثيك والباراسمباثيك، كان مر عليهم كتابيا سريعا. بس عايزه افتكر معلومه مهمه، ان السمباثيك قلت بي ديسشارج از ا وان يونت، يعني ايه يعني ما ديسشارج، يعني هو السمباثيك لما بيشتغل انت وانس انك حطيت في ستريس بيعمل كل الوظيفه اللي هو بيعملها، لان هو ماس يونت خلاص اشتغل، بيروح ياكتف كل حاجه، بيعمل وايد سبريس ريسبونس ايه اول اوفر ذا بودي. اهو السمباثيك زود لي الفيجوال فيلد، عمل ديتشن الاي بيوبل وعمل اكزوف سالماس، زود الهارت ريت والفورس بتاع الكونتراكشن عشان يزود لي الضغط والبلاد فلو تو ذا تيشو، عمل دايلاتيشن للريسبيراتوري باسج،
قلت لك عشان بيتر فنتليشن اتنفس كويس ومور اكسجنيشن تو ذا تيشو، وعمل فازو كونستريكشن لكل الجسم ما عدا الحاجات اللي انا محتاجاها، السكيلتال والكاردياك ماسل بيعملها فازو دايلاتشن، لان دي الاكتيف موتور اللي انا محتاجاها. طب هو ليه عامل فازو كونستريكشن في باقي الجسم؟ عشان يشيفتنج البلاد، كانه بالظبط بياخد بقى انتوا شويه مش وقتكم، لا احنا هنا المهمين، ودي الدم هنا عشان يشيفتنج ذا بلاد تو ذيس ايه الاكتيف ايه اللي هو يحتاجها في الخناقه دلوقتي. اهو زود السبيتنج برضو عشان هيلبنج ذا بودي تو لوس هيت، عمل كونتراكشن للسبرين الكبسول، قلت لك الكبسول السبرين بيبقى فيه حوالي ربع لتر من الدم، فانا محتاجاه دلوقتي، فهو بيعمل له كونتراكشن عشان يقعد مورز بلاد تو ذا سيركيوليشن. قلنا بيجيب طاقه منين؟ بيجيب طاقه اما جلايكوجينوليسيس في الليفر او لايبوليسيس في الاديبيستوش عشان يمد الجسم بالايه الطاقه اللي هو محتاجها. اذر فانكشنز اللي هي ماينور امبورتنس دلوقتي بيعملها تمبرري انهبيشن، زي مثلا الجسر الانسولين الموتوريتي اللي هي بتاع الجي اي تي الهضم والكلام ده. الباراسمباثيك ده انابوليك سيستم، يعني اللي هو بناء او اللي هو بريزرفنج انرجي، ده بيحفظ الطاقه. عارف ان هو بيشتغل عكس السمباثيك، يعني بيروح على القلب بيهدي بيديكتيز الهارت ريت، يدي الفرصه بتاع الكونتراكشن عشان يخلي الهارت يريح ويخزن الطاقه بتاعته. على عكس برضه السمباثيك بيزود الجي اي تي فانكشنز، بيزود اللي هو الهرمونز والانزيمز بتاعتها عشان يدجست الفود. قلت الباراسمباثيك فانكشنز واحنا نايمين ما بينامش معانا، ده هو بالعكس بيشتغل وممكن يزيد، ممكن ايفن انكريز ذا اي ديورنج ذا سليب. طيب قلت في حاجه اسمها سمباثيك اند باراسمباثيك تون، ان هما الاثنين على طول كونتوني اكتيف، الاثنين على طول مش شغالين، زي الاثنين هما بيشدوا لعبه شد الحبل. قلت لك ديورنج الريست ربنا سبحانه وتعالى خالق ان في واحد بيبقى دوماننت على الثاني على اورجان معين، علشان يخلي الاورجان ده اللي بيتق... اللي بي... يعني اللي بيتحكم فيه، سواء كان بيزود او بيقلل الاكتيفيتي بتاعته، هو سيستم واحد سواء كان سمباثيك او باراسمباثيك. قلت لك مثلا عندك السمباثيك ديورنج، انا بتكلم على ديورنج ريست ماشي، يبقى انا ديورنج ريست مش كل الجسم مثلا بيتحكم فيه الباراسمباثيك، لا في كل اورجان له دوميننت واحد بيشتغل عليه سواء كان سمباثيك او باراسمباثيك. يعني مثلا احنا خدنا بعد كده كل واحد، يعني ايه هي السمباثيك تون وايه هي الباراسمباثيك تون. فقلت لك مثلا السمباثيك تون بتاعي ده اللي هو ايه، بيمنتين الاطيه بريشر، ده بيحافظ لي على ضغط الدم، يعني بيشتغل على البلاد فيسلز، بيعمل لها ايه بارشل كونستريكت اللي هي تقريبا النص بتاعها، يعني نص الماكسيمم دايامتر بتاعها. طب حلو قوي، هو مينتين الاطيه بريشر لانه السمباثيك تون بيشتغل على البلاد فيسلز وبيخليني بيعمل منتين الارتيريال بريشر بتاعي. حصل لنا لص، فقدناه العين دخل في شوك، رابت دروب في الارتيريال بريشر وقع دخل عين في شوك. الباراسمباثيك لا، ده رايح بقى شغال على اللي هي الانتستاينال سموث ماسل، وفي نفس الوقت على القلب برضو، بيروح يعمل على القلب، بيروح يعمل انهيبيشن للايد الاس ان والفيجل تون، الفيجل ده بيروح يعمل انهيبيشن لاي حاجه. بص انا عملت سيميشن للفيجل نيرف، حلو قوي. هو بيديكريز الهاي انهيرتد ريزم الاس ان نود، قلت لك الاس ان نود نورمال بيدق من 100 ل 120 دقيقه في الدقيقه، مش هينفع انا ليا ادق 100 120 دقيقه في الدقيقه، فيروح الباراسمباثيك ده يعملها انهيبيشن حتى ديورنج ريست عشان يخلي الواحد ديورنج ريست يا شيخه بيدق من 70 ل 80 دقيقه. حلو قوي، انا كده قطعت الباراسمباثيك اللي راح الهارت، هيعمل ايه؟ هيدق بالريزم بتاعه هو، الاس ان نود هتشتغل بقى، مفيش حاجه مفيش حد هيحجمها، خلاص هتدق 100 دقيقه في الدقيقه، ما هو حد هيقول لها لا لا خلاص، ما احنا قطعنا الباراسمباثيك. يبقى سمباثيك تون بيمنتين الارتيريال بلاست بريشر ديورنج ريست، ليه؟ عشان هو بيعمل باز كونستريكشن بارشلي كونستريكتد للبلاد فيسلز، لو حصل لوس العين دخل في شوك. الباراسمباثيك الانتستاينال سموث ماسل، و القلب بيروح يعمل انهيبيشن للاس اي نود وبيخلي الهارت ريت ديورنج ريست من 70 ل 80 دقيقه في الدقيقه. اتقطع يبقى القلب هيدق بايه؟ باتس اون ريزم، يعني 100 دقيقه مثلا، 100 دقيقه في الدقيقه. طيب قلنا ان الاوتونوميك نيرفس سيستم، الاوتونوميك يعني السمساتك والسمساتك السمساتك والباراسمساتك، دول مش ايه متسابين كده عايمه يعني كل واحد بمزاجه، لا والله ليهم كنترول، احنا بنتحكم فيهم، بنتحكم فيهم اما من اللاترال هورنز اللي موجوده في السباينال كورد او عن طريق البرين ستيم. يبقى من اللاترال هورنز او من البرين ستيم نيوكليولاي، دي اللي هي من الريفلكسات او عن طريق الديسندنج امباس جايه لهم من الايه، من الهاي سنترز. قلنا الهاي سنترز بقى سيريبرال كورتيك وهيبسانا مسؤوليتيكال فورميشن والليله دي. حلو قوي، طيب يبقى انا دلوقتي بتحكم في الكنترول اما عن طريق ريفلكسات اما عن طريق هاير سنترز. ريفلكسات هما اتنين، سباينال وبرين ستيم. حلو قوي، طيب هاير كنترول سيريبرال كورتكس هايبوثالامس ريتيكولار فورميشن، كده اهو من تحت لفوق او من كده، سيريبرال كورتكس هايبوثالامس ريتيكولار فورميشن، وده معناها ان السيريبرال كورتكس تتحكم في الاتنين اللي تحتها دول، والهايبوثالامس تتحكم في الريتيكولار فورميشن. ماشي ماشي. سباينال المثال على السباينال، قلت لك الريفلكس دي سوري خلينا نجيب الفرشة اهي، السباينال الريفلكس كنترول اتنين، لا سباينال لا برين ستيم، احنا هناخد السباينال. السباينال مثال عليه ايه؟ ميكتيوريشن اند ديفيكيشن. ميكتيوريشن ديفيكيشن يعني ايه؟ قلت لك ان انا لما بتيجي يحصل ديستنشن سواء كان الوول بتاع اليورينري برادر الوول بتاع الريكتم، لما بتتملي بي بي بيعمل ستيم، بتحفز ريسبتورز معينه، هذه الريسبتور بتبعت اشاره، الاشارات دي بتتنقل في افرنت نيورونز، الافرنت نيورونز دي بتروح للنيوكليس معينه. حلو قوي، النيوكليس المعينه بتستقبل هذه الاشاره وترد عليها باشاره ثانيه، يحصل لي اكشن للريسبتورز، تبعت الاشاره دي للريسبتورز يحصل اكشن معين. فهو هنا ان انت لما عملتي ديستنشن سواء كان لليورينري بلادر المثانه او حتى الريكتم،
انت عملتي استيميليشن ريسبتورز موجوده في الولدي، الاستنشن ده هو اللي عمل استيميليشن، فبعتت الامبلس دي في افرين. الافرين ده بقى راح لمين؟ راح للي هي الساكرال ريجن بتاعه السباينال كورد. هي راحت بعتت له باراسمباثيك، ردت عليه، بعتت له ردت عليه باراسمباثيك، قالت له خلاص فضي، انت اتمليت يا باشا فضي، احنا هنا ايه ديورنج ريست، لانها بعتت له باراسمباثيك. طب لو احنا كنا في حاله ممكن كانت ترد عليه بسمباثيك تقول له ايه هدي يا بابا. ما علينا بالحوار ده، المثال اللي علينا قلنا سباينال ميكتوريشن موديفيكيشن، بنبعت في افرنت نيرفس ارونج الاستنشن بتاع الورب استمريت سيلسل ريسبتور، تبعت في افرنت الباتل الساكرا ريجن بتاع السباينال كورد، تعملي ريزلت عليها ميكتوريشن موديفيكيشن. يبقى السباينال المثال اللي علينا ميكتوريشن موديفيكيشن. البرين ستيم، البرين ستيم مثالين قبل ما ناخد، انا عايزه بس افهمكم يعني ايه برين ستيم. برين ستيم ده اللي هو جزء، يعني احنا عندنا حاجه اسمها سيريبروم اللي هو المخ والمخيخ والحبل الشوكي، سيريبرم وسيريبيلم وسباينال كورد. المخ والمخيخ والسباينال والحبل الشوكي، بصي اللي بيربط ثلاث حاجات دول ببعض هو البرين ستيم. البرين ستيم ده مش حته واحده، ده ثلاث، عباره عن ثلاث اجزاء، عباره عن ميد برين وبونز ومظله اوبلنجاتا. دي يعني بس عشان فاهمين ايه برين ستيم يعني، ماشي؟ عشان لما اقول في الميد برين في المظله خلاص احنا فاهمين ده فين وده فين، ماشي؟ طيب البرين ستيم اوتونوميك ريفلكس، احنا عارفين ده مثالين، اول مثال عليها اللي هي بتاع السكريشن، تاني مثال اللي هو الريفلكس بتاع العين. اول مثال السكريشنز، احنا السكريشنز اللي هي بتاع ايه، بتاع السليفري وجاستريك والبنكرياتيك سكريشن. اوبتيك ده الان كونديشن ريفلكس، يعني ايه؟ يعني انا لما بروح سوري، لما اللي هي انتروداكشن اوف فود لجسمي، يعني البق بتاعي فيه ريسبتورز موجوده في البق الكافيتي بتاعتي اللي هو في البق بتاعي، انا دخلت الاكل جوه بقي خلاص، بعتت الريسبتورز دي اشتغلت، حصل لها اكتيفيشن، بعتت لي اشاره، الاشارات دي رايحه لنيوكليس معينه موجوده في المخ في البرين ستيم بتاعتي، اللي هي مثلا زي مين، زي سليفري جلاند او الدورز سليفري نيوكليراي او الدورز الفيجاس نيوكليس، راحوا بعتين الاشاره دي عليا، عملوا ايه، زودوا لي سكريشن سواء بتاع السلايفا او البنكرياتيك او الجاستريك. ودي قلت لك انكونديشن ريفلكس، يعني انكونديشن ريفلكس انا لا فكرت في اكل ولا عاوز تاكل، انا كل اللي عملته ان انا حطيت الاكل في بقي، فلما حطيت الاكل بقى عملت استيميوليشن للريسبتور نفسها، فالاستيميوليشن بتاع الريسبتور هي اللي بعتت الاشاره دي للنيوكليوس، دي عملت لها استيميوليشن خلتها تزود السكريشن. عشان هناخدها في السيريبرال كورتكس، ان انا مجرد ان انا فكرت في الاكل راحت نازله كورتيكال امبلس، هنا الموضوع كرينيال، كرينيال باراسمباثيك، احنا هنا بقى بنتكلم كورتيكال، قامت نازله كورتيكال امبلس للنيوكليوس دي وخلتها هي تزود السكريشن من غير ما الريسبتورز يحصل لها اكتيفيشن ولا حاجه، الريسبتور ما انا ما اكلتش لسه، انا بس فكرت في الاكل. دي التانيه دي اللي هي الكونديشن. يبقى ان كونديشن ريفلكس معناها ان انا ما استخدمتش السيريبرال كورتكس بتاعتي في حاجه، كونديشن انا استخدمت السيريبرال كورتكس والاشاره جايه منها اصلا، ماشي. يبقى اول مثال اللي هو الريفلكس بتاع الاكل اللي هو سليفري وجاستيك وبنكرياتيك سكريشن. المثال الثاني اللي هو بتاع اللايت ريفلكس، الضوء، ان قلت لك ان انا لما بجيب عيني اعرضها للكشاف العين دي بيحصل لها كونتراكشن، البيبول بتاعتي بتضيق. طب ماشي، يعني ان انا لما عملت الكشاف على عيني انا دلوقتي حطيت لايت، اللايت ده عمل استيميليشن ريسبتورز معينه موجوده في الريتنا بتاعتنا في الشبكيه اسمها فوتو ريسبتورز، هما رودز والكونز، مش هيجي اقول لك الفوتو ريسبتور هما ايه، مش موضوعك، ماشي؟ ماشي، الرود والكونز دول لما حصل لهم ستيميوليشن بعتوا الامبلس اللي هي جات لهم ان في ستيميوليشن في ضوء لمين؟ عن طريق الافرنت بتاعهم، الافرنت بتاعهم هم طلعوا في مين؟ طلعوا في الاوبتيك نيرف، راحوا على نيوكليس موجوده في الميد برين بتاعنا اسمها ايه؟ اسمها الدنجر ويستفال نيوكليس. الدنجر ويستفال نيوكليس دي قامت هي اللي بعتت بعد كده الامبلس وقالت للبيوبل تكونتراكت عشان تقلل كميه الضوء اللي داخله. امال هي عامله يعني ليه؟ طيب ريزالتك ان مايوزيس، الكونتراكشن بتاع البيوبل هو ده المايوزيس يعني. بعد كده كانت بصي بقى في الهاير سنترز، وزي كده هناخدهم من تحت لفوق، من عند السيريبرال في الهايبوثالامس فالايه فالارتيكولار فورميشن. السيريبرال كورتيك دي بتتحكم في الشغل، يعني بتعمل الكنترولز بتاعتها عن طريق الهايبوثالامس وكمان الارتيكولار فورميشن. فهو مديلك مثال يعني ايه، مديلك يعني مثلا بيقول لك ان البرولونجد منتال ورك، اما انت عماله تفكري كتير كتير بقالك فتره طويله، ده بيخلي السيريبرال كورتكس بتاعتي تبعت اشاره تعمل ستيميوليشن للفازو موتور ايه، الفازو موتور سنتر. الفازو موتور سنتر دي بتروح تشتغل على ان اسمها فازو موتور، تعمل فازو كونستريكشن على البلاد فيسز فبترفع الضغط، فدي اللي هي بتعمله. هي البرولونجد منتال ورك خلى السيريبرال بتاعتي عملت ستيميوليشن للفازو موتور سنتر سوري، دخلتني في كرونيك هايبر تنشن. يبقى انا لما بكلمك على الكنترول بتاع السيريبرال كورتكس والله هي ده عن طريق الهايبوثالامس والريتيكولار فورميشن. البرولونجد مثلا منتال ورك خلاني بعت استيميوليت للفازو موتور سنتر عملت لي كرونيك هايبر تنشن. طيب بالنسبه عملت فازو كونستريكشن، وهذا الفازو كونستريكشن بما انه برولونجد منتال ورك فعمل برولونجد ستيميوليشن فدخلك في كرونيك هايبر تنشن، يعني هي دي الفكره. طيب المثال الثاني ان انا والله لما فكرت في الاكل ده بقى لها الكونديشن ريفلكس ثينكينج اوف فود، خلى السيريبرال كورتكس بعتت اشارات للنيوكليس اللي هي بتاع السليفري والدوز الفيجاس نيوكليولاي ان هي تخرج وتزود السكريشنز بتاعتها. فمجرد التفكير في الاكل زود السلايفيشن عندي عن باي ايه، باي كورتيكال
سيجنالز ذات ستيمولز سيليفر وبيجا نيكولاي في برين ستيم. خلي بالك ان هنا الثينكينج اوف فود مش الانترودكشن اوف فود، لان الانترودكشن اوف فود انا في ان كونديشن انا بتكلم على برين ستيم ريفلكس او برين ستيم كنترول، انما هنا سيريبرال كورتكس. طيب الحلوه بقى الهايبوثالامس. افتكر الهايبوثالامس دي اتنين انتيرير وبوستيرير، قلت لك البي از نوت ويز بي، يعني اللي هيتحكم في السمباثيك هو اللي هيتحكم في السمباثيك هو البوستيرير والهايبوثالامس، والبارا سمباثيك الانتيرير هايبوثالامس. هو احنا كده بنحب اللخبطه. طيب الهايبوثالامس بتحط الفانكشن بتاعتها ايه؟ التحكم في الريتيكولار انفورميشن. بيقول لك ان في سيرتن ايموشنز في مواقف معينه لما انت بتتعرضي لموقف معين، فرحه شديده، زعل شديد، مش عارفه ايه، في امبلس بتخرج من جسمك تروح للهايبوثالامس دي ديستشر من تروح مخرجه اما تبعتها على المظله الاوبلينجيه. مين اللي قاعد هناك في المظله الاوبلينجيه مستنيها مين؟ الفازوموتر هي اللي قاعده هناك في المظله الاوبلينجيه. الفازوموتر بتعمل ايه؟ بتعمل والله فازو كونستريكشن، تعمل جنرالايز بقى في الجسم كله، جنرالايز بقى فازو كونستريكشن وتاكي كارديا. تاكي كارديا اللي هي ضربات قلب سريعه، فتعمل لك جنرالايز فازو كونستريكشن وتاكي كارديا، وتعمل ايه عن طريق اللي هي السمباثيك نيرفس سيستم. فالمثال بتاع الهايبوثالامس يعني ان انت في سيرتن ايموشنز بتروح الهايبوثالامس بتروح تعمل سيميليشن بالظبط الفازو موتور اللي موجوده في المظله عشان تعملي ايه؟ تعملي جنرالايز فازو كونتراكشن و فازو كونستراكشن وتاكي كاردي. طيب بالنسبه للريتيكولار انفورميشن، الريتيكولار انفورميشن بقى دي احنا جايين من الاول، الريتيكولار انفورميشن دي موجوده فين؟ موجوده في البرين ستيم. طيب البرين ستيم ده في سنترز كتير قوي، احنا من ضمنهم هنتكلم على بتتحكم في الاوتونوماك، احنا هنا بنتكلم على اثنين كمثالين يعني، الفازوموتور والكارديو انهيبيتوري. موجودين فين دول؟ في المظله الاوبلينجات. ما انا قلت لك بقى البرين ستيم ده ثلاثه، ميد برين وبونز وايه ومظله الاوبلينجات. لا انا هنا بتكلم في المظله الاوبلينجات اعلى الفازوموتور والكارديو انهيبيتوري سنترز. من اسمها فازوموتور دي بتعمل فازو كونستريكشن، كارديو انهيبيتوري بتعمل انهيبيشن للهارت. تخش في نزيف او بتفقدي الدم فجاه او مره واحده، يعني لما بيحصل لما ضغط الدم بيقع، سواء كان زي في حالات اللي هي النزيف الشديد يعني انت فقدتي دم كتير فضغط الدم وقع، بيحصل استيميليشن برده الفازوموتور سنتر دي، انها بتروح تعمل ايه؟ بتروح تعمل فازو كونستريكشن وتعمل اسريليشن للهارت، وبالتالي هي بتزودي ايه؟ بترفع لي ضغط تاني وترجعه للايه؟ نورمال. اكلمك على الهاير سوري الكنترول عامه، قلت لك في ريفلكسات وفي هاير. الريفلكسات سباينال وبرين ستيم. السباينال مثال عليه الميكتوريشن والديفيكيشن. طب البرين ستيم مثالين، المثال بتاع اللي هو السكريشن سواء كان سليفري او جاستيك او بنكرياتيك، وده الان كونديشنز لما انتروداكشن اوف فود ان ذا ماوث. لكن المثال الثاني بتاع اللايت ريفلكس اللي هو البابليك كونستريكشن. طيب بعد كده الهاير كنترول سيريبرال كورتكس، فهايبو سيريبرال كورتكس بقى هايبوثالامس، فريتيكولار فورميشن سيريبرال كورتكس يعني بتبقى عن طريق الاثنين سواء اللي هو المينتال ورك بيدخلك في هايبر تنشن او الثينكينج اوف فود بيزود السكشن بتاع السيريبرال جاستريك والبنكرياتيك، وده الكونديشن ريفلكس لان انا مجرد الثينكينج اوف فود. طيب بالنسبه للهايبوثالامس فهي انتيرو بوستيرو نوت بي نوت ويز بي، فالباراسمباثيك مع الانتيرو سمباثيك هو بقى اللي مع البوستيرير. في certain emotions وتيجي بتروح تستيميوليت الفازوموتور برضه تعملي جنراليز فازو كونتراكشن فازو كونستراكشن وتاكي كارديا. بالنسبه للريتيكولار فهي الريتيكولار فورميشن دي موجوده في البرين ستيم بتاعتي، فيها سنترز كتيره ممكن تكنترول اوتونوماك نيرف سيستم، احنا خدنا مثالين عليها الفازوموتور والكاردياك انهيبيتوري، دول موجودين في المظله الاوبلينجيتا. قلت لك لما بيحصل لما ضغط الدم بيقع زي مثلا في سيفير هيموريج او حاجه، بيحصل ستيميوليشن ديستندنج امباس كمان للفازوموتر تخليها تعمل فازو كونستريكشن وتروح ترفع ضغط الدم تاني الى وترجعه الى الايه النورمال. ده كان العناوين المهمه في المحاضره بتاعتنا في اكشي في يعني ماشي في التوتوريال. بالتوفيق ان شاء الله، استنوا لما نجيب السلايد بتاع ثانك يو. يلا ثانك يو.